الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سورة الأعلى مكية، قال ابن الجوزي إجماعا وهي 19 آية. سبح اسم ربك الأعلى، معناه قل سبحان ربي الأعلى. وقال البعض نزه ربك عما لا يليق به، أي انف عن الله ما لا يليق به كالشكل والصورة والكيف والمكان. والأعلى صفة لربك. قال أبو القاسم في اشتقاق أسماء الله: العلاء الرفعة والثناء والجلال. وقال الخليل بن أحمد: الله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي ذو العلاء والعلو. فأما العلاء فالرفعة، والعلو العظمة. ثم قال الزجاجي: والعلي والعالي أيضا القاهر الغالب للأشياء. وليس معنى الأعلى نسبة علو المكان لله. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان، انتهى. واعلم أرشدنا الله وإياك أن الشأن إنما هو في علو القدر لا علو المكان. الذي خلق فسوى، أي أن الله خلق كل شيء فسواه بأن جعل مخلوقاته متناسبة الأجزاء غير متفاوتة. والذي قدر فهدى، أي قدر للإنسان الشقاء والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها. والذي أخرج المرعى، أي أنبت العشب وما ترعاه البهائم، فجعله غثاء أحوى. قال الفراء: إذا صار النبت يبيسا فهو غثاء، والأحوى الذي قد اسود من العتق. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي نحن نضمن لك أن تحفظ القرآن فلا تنسى من القرآن إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي أن الله يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما. ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. فذكر إن نفعت الذكرى، أي عظ أهل مكة بالقرآن إن قبلت الموعظة. سيذكر من يخشى، أي سيتعظ بالقرآن من يخاف الله. ويتجنبها الأشقى، أي أن الشقي الكافر سيتجنب الذكرى ويبعد عنها. الذي يصلى النار الكبرى، أي العظيمة الفظيعة، لأنها أشد من نار الدنيا، وهذا وصف لما يؤول إليه حال الكافر في الآخرة، ونار الدنيا هي الصغرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت الكافر فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة هنيئة طيبة. قد أفلح من تزكى، أي فاز من تطهر من الشرك بالإيمان. وذكر اسم ربه فصلى، أي ذكر الله بالوحدانية وصلى الصلوات الخمس. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والمراد أن الكفار يفضلون الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى. والآخرة خير وأبقى، أي أن الجنة للمؤمنين خير وأبقى من الدنيا لطلابها. إن هذا لفي الصحف الأولى، أي أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى في الصحف الأولى كما في القرآن، لأن التوحيد والوعد والوعيد لا يختلف باختلاف الشرائع. صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم هي 10 صحف نزلت على إبراهيم عليه السلام كما رواه ابن حبان. وفيه أن في صحف إبراهيم على العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه،
والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.